انشوده عم نسمعها من مارينا وكيم مخيبر يلي بتنضم لإلي عبر زوم لنبارك لها بهالعمل الروحاني الفني يلي كمان ريعه رح بيعود ل يعني لعمل انساني لمساعده المسنين. مارينا صباح الخير. صباح النور. اول شيء خليني حييك واشكرك لانك عم بت يعني هالموهبه يلي بتتمتعي فيها عم بتوصفيها بمكان هادف وحلو وراقي مثل ما هالاعمال يلي عم بتقدميها. خبريني شوي عن هالعمل، اضافه لانه هو عمل روحاني انما ايضا له بعض هيك الاهداف الاجتماعيه والانسانيه. مارينا عم نسمعك، تفضلي. أول شيء صباح النور وبتشكركم لأنه عم تستضيفوني معكم بهالبرنامج، ورمضان كريم وصيام مبارك للجميع. حقيقة هو هالعمل هو له 3 سنين عم بحضره، وهو نتاج جهد لفريق عمل صغير، إنما هدفه إنه يحط شوية فرح بقلوب الناس بظل هالظروف الصعبة كتير. وعم بستعمل مثل ما تفضلت حضرتك هالوزنة الصغيرة اللي ربنا عطيني إياها لأقدر أول شيء حط فرح بقلوب الناس، وتاني شيء لأستعملها لمساعدة قضية أنا كتير بتحس بقلبي هي المسنين. المسنين المتروكين يلي كتير في عنا منهم بلبنان ومهمشين لأنه ما في ضمان شيخوخة. نعم. في كتير أشخاص بيوصلوا لعمر معين بيكونوا متروكين، إن كانوا بدور راحة بينحطوا بدور راحة وبينتركوا، أو ببيوتهم وما عندهم حدا يسأل عنهم. نعم. كيف رح بيساهم هالعمل الفني بمساعدة المسنين؟ يعني ريت بتخبرينا عن الآلية هيك لحتى يلي هلأ عم بيتابعونا بهم يستحصلوا على هالسيدي، إن كان بنسخة يعني ديجيتال أو بنسخته العادية يقدروا يحصلوا عليه ويساعدوا، كيف ووين؟ أعطينا شوية تفاصيل مارينا. صح، وقت اللي بلشت بحملة صغيرة سميتها Aging Joyfully ليفرح كبارنا. نعم. حبيت أتعاون مع حدا بريات لبنان، لأن مثل ما بتعرف حضرتك إنه الكل بلبنان يعني على قد أنجع عم نقدر نقوم بأوضاعنا. فتعاونت مع جمعيه بفرنسا اسمهم انرجيس ليباني ومشكورين. نعم. لحتى كمان هن ينشروها للدياسبورا اللبنانيه وين ما كان، ويقدروا من خلاله نقدر نفوت شويه مصاري نقدر نساعد هالاشخاص. يلي بحب بيقدر بيتواصل على احجز هذا السيدي اسمه تراتيل ليرقص العالم. نعم. بيقدر بيتصلوا باحجز على www.ihjuz.com. نعم. بيشتركوا ديجيتال كوبي وبيكونوا عم يعملوا دونيشن، يعني بمجرد ما يعملوا تبرع صغير بيستلموا دغري الديجيتال كوبي. ونفس الشيء بانرجيس ليباني www.energiesliباني.net بيقدروا بيفوتوا بيعملوا كمان دونيشن، وشو ما كانت صغيره الدونيشن ما بهم، فلس الارمل اللي بيسند. وفي كمان اي كوميرس بلاتفورم بلبنان اسمها لبني سيجنتشر، من خلالها فيهم يشتروا السي دي ويوصلن على البيت. اوكي، يعني يلي بدهم السي دي بيقدروا يحصلوا عليه، ويلي بدهم ديجيتال كوبي من السي دي بيقدروا يحصلوا عليه حسب هالمواقع يلي ذكرتيها، وبيكونوا بنفس الوقت عم بيقوموا بدعم المسنين وكبار السن. هلا يعني تحدثتي مارينا عن هالغايه النبيله من انشاء هالعمل، بس انا كمان سمعت وشاهدت الفيديو كليبس وهالترانيم وهالاغاني والاناشيد، حسيت انه هي اصلا بحد ذاتها كمان فكره نبيله انه نحط مثل هيك يعني اذا بدك قيم انسانيه. يعني قبل شوي سمعنا عن الصداقه، يعني قد ايه مهم كمان نكون بحاجه لاعمال فنيه ترجم قيم انسانيه ابرزها المحبه، التعاون، الصداقه وغيرها يلي صغار وكبار بحاجه يسمعوها ويتعلموا منها. صحيح، الاغنيه الانشوده اذا بدك اللي سمعناها من شوي هي عن الصداقه، وهي هيدي بتتغنى بالسكوت، يعني الاولاد من هن وصغار
بالكشافة بيتعلموها. نعم. تيربون من صغار على هالقيم هي اللي حضرتك عم تحكي عنها. والمؤلف تبع هالأغاني كلها اللي أنا عم ترجمهم على العربي اسمه جان كلود جانادا، هو كرس حياته تيبشر بكل هالقيم بكل هالقيم بطريقة بالترتيل بالأغاني وبالترتيل. عنده تقريبا 1000 أغنية وترتيل، وأنا حبيت ترجمهم ومشكور لأنه سمح لي وأعمل هالشي، ومشكور لأبونا خواند يلي هو بوادي النوبيل بدير إصحية يلي تكرم علي بهالترجمات يلي معمولة بطريقة حقيقة مدروسة، لأنه ترجمة أغنية ملحنة منه هين أبدا تخلي الروحانية تبعها، نفس الوقت يكون عندك القوافة يكون عندك بعض المعنى كله موجود موجود موجود. نعم اكيد في يعني منه سهل ابدا، خاصه يعني ترجمات الاغنيات مرات بنشوف يعني في اغاني ترجمت الترجمه تبعتها ازيتها، هون في مسؤوليه على انه قد ايه كيف الواحد يكون عم بيولف هالعمل الفني بطريقه معينه. مارينا ليش هيدا الاتجاه بالحياه يعني، وشو يعني شو بيرجع لك منه؟ خبرك شغلي، أنا بال 2009 فقدت صوتي، فقدت صوتي اللي بيحكي يعني ما عاد فيي أحكي لوقت معين، وكان بوقتها عندي كونسير لعيد الميلاد، فحسيت إنه كأنه وقفت الحياة بالنسبة لي، لأنه أنا من أنا وصغيرة بكورال وبرتي وبحب يعني هالوزن الصغير اللي عطيني إياه ربنا بستعملها بالترتيل. بال 2009 حسيت خلص وقفت حياتي، فقررت انه لا لازم اعمل شيء اكيد ما ببغى ابدا ولا قرش من ورا اللي بعمله. قررت انه كارث حياتي اكيد للترتيل لسبح الرب، انما زياده قلت بدي اعمل قضايا، بدي خلي حدا يستفيد. بس رجع صوتي، عملت تريتمان، حسيت انه لا ربنا اعطاني هالفرصه انه استرجع صوتي، ارجع اقدر استعمله، لحتى حبيت استعمله لقضايا. في بسنة الماضية بوقت الحجر الصحي عملت كمان أغنية لمنع التدخين، اليوم العالمي لمنع التدخين، عملناها أكيد أونلاين شكل زوم لأنه بسبب الحجر والبعد الجسدي. نعم. فهلأ بالوقت الحاضر اللي عم نعمله كمان حقيقة تقدر بتوصل رسالة من هالوزن الصغيرة، بتوصلها بطريقه فرحه كمان. قديم يعني عن قضيه شوي هي دقيقه ومزعجه يمكن، لانه بتعرف المسن بيوصل لعمر معين بصير حزين انه انا عم توصل حياتي للاخر. وقت اللي بتعطيها البوست هالدفع بتحس انه بتعطيه شويه فرح. أكيد. مجرد اذا بتقول لامك ما تعطى الهم، نحن وصغار وقت كنا صغار ورح توقع بتقول لك امك ما تعطى الهم ما تخاف انا حدك، كانك ملكت الدنيا. فهلا وقت اللي انت بتقول لامك او لبيك ما تعطى الهم بي ما تعطى الهم امي انا حدي، كانه ملكت الدنيا بيعيشوا 10 سنين 15 سنه زياده يمكن. مسن حقيقه كثير مهم، ما في حدا ما عنده شخص كبير بالعمر بعائلته. صحيح. هيدي كثير مهمه، انا حبيت من خلال هالقضيه مش بس انه ساعد هالمسنين من وراء مبيع هالسيدي او الحملة اللي عم نعملها، إنما كمان لوعي الناس على حقيقة أهمية المسن بحياتنا، اهتمام بكبار السن، أهمية الموجودة عندنا بالشرق لازم تضلها موجودة. نعم. على كل شوي 100%. وعلى كل حال كمان كورونا كان جزء بكشف إذا بدك الكثير من المستور حول علاقتنا بكبار السن. يعني شفنا بكورونا كثير أيضا من كبار السن عم بيعانوا من الوحدة. مارينا وكيم خيبر بشكري كثير، شكرا لك، وشكرا كمان على هالشغف بتقديم هيك اعمال مثل ما قلنا راقيه وإلى معاني كثير مهمه. شكرا مارينا. رح نختم هالمقابله كمان بفيديو ثاني من اعمالك. بتمنى لك يوم موفق.